بارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك. طيب، يسأل أحدهم عن يعني في القرآن الكريم عن مواضع السجود، هل جميع مواضع السجود يعني ثابتة أم هناك خلاف في مواضع السجود، سجود التلاوة؟ نعم، هناك خلاف بين أهل العلم في مواضع السجود. فمن أهل العلم من قال يسجد في غير المفصل، والمفصل فيه ثلاث سجدات، وهي سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلق. قالوا فيسجد في غير هذه المواضع الثلاثة. ومنهم من قال يسجد في الجميع إلا في صاد، فلا يسجد في صاد. ومنهم من قال يسجد في الجميع، أي من غير المواضع المتفق عليها يسجد أيضا في صاد، ويسجد في المفصل، يسجد في جميع سجدات القرآن. والأقرب من حيث الدليل أنه يسجد في جميع هذه المواضع إلا في السجدة الثانية من الحج. السجدة الثانية من الحج كما يقول أهل العلم، الحديث الذي ورد بها ضعيف، فهي مستثناة. وإن سجدها الإنسان فلا حرج، يعني لا حرج إذا سجد في موضع الحج الثاني وهو آخر سورة الحج، فإلا بالصلاة. بالصلاة لا ينبغي أن يسجد سجدة الحج الثاني حتى لا يزيد في الصلاة سجدة بدليل غير ثابت. أما إن كان يقرأ القرآن بنفسه وسجد في الحج الثاني فلا حرج. أما المواضع الأخرى فتسجد في الصلاة وفي غيرها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني الذي هو أنه يسجد في جميع سجدات القرآن إلا المفصل، هذا هو قول مشهور أيضا عند علمائنا، فمن أخذ به فلا حرج عليه ولا تثريب، والله تعالى أعلم.